هنبدأ أخبار المحافظات مع حضراتكم من محافظة الشرقية، واللي فيها تم استخراج 1023 شهادة بيانات للتصالح في مخالفات البناء. أما في أسوان فتم توريد 137 ألف طن من القمح بنسبة 37.5%، ده طبعا لموسم الحصاد الحالي. كمان في الدقهلية في 16 ألف مواطن استفادوا من خدمات عيادات الأسنان خلال إبريل، وفي البحر الأحمر فنادق مرسى علم استقبلت 13 ألف سائح قادمين من أوروبا. تفاصيل أكتر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الشرقية أكدت المحافظة أن إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام تستعد لاستخراج 1023 شهادة بيانات تم التقديم عليها من المواطنين عبر المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وده لاستكمال إجراءات التقديم للتصالح على مخالفات البناء. وتم استقبال 940 طلب من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية، و25 طلب من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات، و58 طلب من خلال تطبيق الهاتف المحمول. في قنا كشف تقرير استرداد أراضي أملاك الدولة خلال المرحلة الثالثة لموجة الإزالات 22 أن محافظة قنا احتلت المرتبة الأولى بين باقي المحافظات، ونجحت الأجهزة التنفيذية في استرداد 429 ألف متر مربع بإجمالي 158 حالة مباني مخالفة. ثم محافظة الشرقية في المرتبة الثانية ونجحت في استرداد 58 ألف متر مربع بإجمالي 452 حالة مباني مخالفة. في الدقهلية أعلنت مديرية الصحة أنه استفاد نحو 16496 مواطن من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال الشهر الماضي، وسط الالتزام التام باشتراطات مكافحة العدوى حفاظاً على صحة الأطباء والمواطنين. في أسوان أكدت المحافظة انتظام عملية توريد محصول القمح، وبلغ إجمالي ما تم توريده 137 ألف طن من المستهدف بواقع 366 ألف طن، وده بنسبة 37.5%. كما يوجد متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين. في الإسكندرية انطلقت فعاليات الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف لعام 2024 بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وبيستمر لمدة يومين، وبيهدف الملتقى لتوفير بيئة تجمع بين الشركات والباحثين عن فرص عمل في مجالات الأعمال والتوظيف، وبيشارك في الملتقى عدد كبير من الشركات المعروفة في مجالات الهندسة والصناعة. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 37 رحلة طيران دولية أوروبية بتقل على متنها ما يقرب من 13 ألف سائح من جنسيات مختلفة ضمن 145 رحلة طيران بيستقبلها المطار بداية من أمس السبت حتى نهاية الأسبوع. في كفر الشيخ أعلنت مديرية الشؤون الصحية افتتاح عيادة الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات بيلة في إطار توفير الخدمات الطبية المتنوعة والتيسير على المرضى وتخفيف الضغط على عيادة الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى بيلة المركزي.